سلام. شو اسمك يا عمو؟ عمر. شاد عمرك؟ بعدين نص. ليش اجاك يا عمو؟ طبطة طيارة. شو اسمه؟ نمر. برافو. وهذا؟ هذا دبدوب. نحن فريق والنيشن من مركز البالز، اجينا اليوم على خان شيخون لنزور الطفل عمر ديوب. عمر ديوب عمره 3 سنين ونص. كانت ضربة الطيران حوالي الساعة 5:30 الصبح، تم بتر رجله اليسار بسبب الضربة. ان شاء الله تعالى نحن راح نركب له بمركز البالز طرف ايسر، وراح ان شاء الله نتابع بالفيديو حتى ان شاء الله يرجع يمشي على رجله من اول وجديد.